تعتبر البطاقة الوطنية أداة تعريف قانونية تختصر الكثير من المستمسكات المعمول بها سابقاً لتسهيل المعاملات في الداخل والخارج، وهذا ما جعل المواطنين يقبلون عليها، خاصة وأن إجراءات استخراجها سهلة للغاية وميسورة. الداخلية تعلن إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة وطنية للمواطنين، كما وأعلنت وزارة الداخلية قرب افتتاح محطات البطاقة الوطنية في السفارات العراقية. نشاهد ما جاء حول هذا الخبر. وكالة الأنباء العراقية كتبت الداخلية تعلن قرب افتتاح محطات البطاقة الوطنية في السفارات.